خلينا ننتقل من هذه المعجزة لمعجزة أخرى، بس هي بريطانية برضو في رياضة التنس. امبارح برضو في فقرة الصحافة اتكلمنا سريعا عن فوزها، عن فوز البريطانية إيما رادوكانو ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، ده بعد برضو لما تغلبت على الكندية ليلي فرنانديز بنتيجة 6-4 6-3. عشان بالسكور ده نقدر نقول هي حققت أول لقب ليها في البطولات الأربع الكبرى. ومهم جدا كمان ان احنا نتوقف يعني عند الاسم ونعرف اكتر مين هي رادوكانو، هذه الشخصيه، هذه البطله اللي الصحف الانجليزيه والصحف العالميه تحدثت عنها ان هي معجزه بريطانيه في عالم التنس. كانت المانشيتات كده. ليه؟ هي عمرها كمان 18 سنه وهي اول لاعبه صاعده في التصفيات بتحرز لقب في البطولات الاربع الكبرى اللي هم طبعا جراند سلام، وبقت بهذا الرانك يعني او هذا التصنيف هي المصنفه 150 عالميا، وأول بريطانية منذ 44 سنة بتفوز بلقب في البطولات الأربع الكبرى زي ما كنا نقول لحضراتكم.